بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وإنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وإنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وإنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وإنا منا للصالحون وإنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. وإنا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحاط